حبيبكوا خلاص. الشنطه دي بتتلبس ازاي؟ استني احمد انا هلبسها لك دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما شايفين كده جميعا جهزنا شنطنا وجهزنا حاجتنا عشان خلاص مسافرين، ودلوقتي انا بقفل في الشقة وبتأكد ان البلكونات كلها مقفولة، وقفلت الشبابيك وقفلت كل حاجة عشان خلاص احنا مسافرين، مسافرين رايحين مرسى مطروح، هنقضي 10 ايام هناك. وتابعوني وهقدم لكم روتيننا برضو هناك والشواطئ اللي احنا هنروحها ان شاء الله، وهقدم لكم كل حاجة احنا عملناها في المصيف يعني، وهنروح ان شاء الله اماكن كتير، محددين اماكن وعاملين لهم بروجرام جامد، فتابعوني وشوفوني هنعمل ايه. دلوقتي انا بقدم لكم روتين السفر. لازم اي حد قبل ما يسافر يتأكد ان شقته تمام، يعني لازم تقفلوا الشبابيك والبلكونات وكل حاجة تقفلوها كويس جدا، وقفلت الستار كمان علشان العفار والاتربه اللي بتدخل الشقه عشان ارجع الاقي الشقه نظيفه. والصبح كنت بقى مظبطه الشقه ومسحيها وتنسيها ومنفضاها، وسايبين شقتنا نظيفه وجميله عشان احنا نرجع تعبانين من السفر نلاقي الشقه مية مية وما نتعبش بقى في تنظيفها وكده. دي شنطنا احنا محضرين اهو زي ما انتم شايفين، وجانا توتا جوه بيخلصوا لبسهم، وخلاص احنا مسافرين. وفي الحلقه دي هقدم لكم روتين السفر فتابعوني. الناس اللي مشتركه عندي وبتفرجوا عليا بشكركم جدا، الناس بقى اللي مش مشتركه حطوا لي لايك وحطوا لي اشتراك عشان اول ما يوصل لكم الفيديو تتفرجوا عليه على طول. دلوقتي احنا بقى خلاص خارجين اهو ومحضرنا شنطنا وحاجتنا، وهوريكم بقى روتين السفر واحنا بنركب الباص واحنا راكبين الطريق. احنا المفروض بقى ان احنا هنروح التحرير، هنركب الجو باص من هناك، احنا حاجزين تيكت تذاكر وهنركب بقى من هناك. فمين اللي رايح معانا؟ اختي وولادها رايحين معانا المصيف، اتقابلنا بقى كده عند العربية يعني، حولنا عليهم بعد ما خدنا العربية اللي هي تودينا التحرير عشان نركب من هناك. وركبوا معانا اهو زي ما انتم شايفين، انا بحب اصور لكم كل لحظة بلحظة علشان تكونوا معانا وتشاركونا في كل حاجة وتستمتعوا بالاماكن اللي احنا بنروحها برضو. فركبنا العربية كده اهو زي ما انتم شايفين، ده نور وجنة وتوتا وشمس، نور وشمس ولاد اختي واحمد، ابن اسمه احمد، انتوا طبعا عارفين احمد، وابن اختي برضو اسمه احمد. دلوقتي كده احنا زي ما انتم شايفين احنا في العربية في طريقنا للتحرير، بيني وبين التحرير يعني مسافة بس مش كبيرة يعني، بعربية مواصلة واحدة. زي ما انتم شايفين كده نزلنا من العربية، دي محطة عبد المنعم رياض، كلكم عارفين بقى ان الجو باص بيبقى موجود هناك. زي ما انتم شايفين بنبقى ان احنا ايه وصلنا، واحنا حاجزين بقى نستنى الباص بتاعنا في المحطه في الاستيشن اللي هناك. احنا رحنا كده اهو زي ما انتم شايفين، والعيال كلها بقى معانا ومعانا شنط. انا بصراحه اول مره اسافر بالباص، لان كل مره بنسافر بالعربيه بتاعتنا، يعني بنروح اسكندريه بنروح في اي مكان بنروح بعربيتنا، وحتى في المصيف برضه بنروح بعربيتنا. فالمره دي بقى عربيتنا مش هتاخدنا كلنا، فقلنا نروح بالجو باص عشان نبقى كلنا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا قلت لكم ان احنا حاجزين في الجو باص، وهوريكم برضو احنا بنركب الباص، وان احنا وهوريكم اول ما وصلنا، وهوريكم الطريق الصحراوي، هوريكم كل حاجه. فتابعوني وخليكم معايا للاخر لحد ما نوصل لمرسى مطروح، يعني خليكم معايا لاخر الفيديو لحد ما نوصل لمرسى مطروح خطوه بخطوه احنا موجودين معاك. دلوقتي اهو الاتوبيس وصل زي ما انتم شايفين كده، احنا دلوقتي مستنيين الباص. دي الستيشن، طلع الاتوبيس مش بتاعنا، الاتوبيس اللي وصل ده طلع اسمنا مش موجود فيه، فمستنيين الباص التاني. ايوه هو ده بقى اللي احنا حاجزين فيه، هو ده التاني كنا بنحسبه هو الباص بتاعنا بس طلع مش هو، هو ده الاتوبيس بتاعنا. فاحنا بقى دلوقتي هنحط الشنط، الشنط بتتحط تحت، وكنا واخدين بقى شيبسيات وحاجات، وخدنا من المحطه هنا خدنا بقى بيبسي وخدنا شيبسي وحاجات للطريق، وكنت عامله كمان سندوتشات واخداها معانا، واختي برضو كانت واخده سندوتشات وحاجات. زي ما انتم شايفين كده بنحط ايه الشنط تحت، فقلت لهم خلوا الشنط اللي الحاجات اللي احنا هناكلها يعني الميه والبيبسي والشيبسي كده نخليه معانا فوق، ونحط شنط السفر بس اللي فيها هدومنا وفيها حاجتنا تحت. وحطينا الحاجات اهو تحت في الباص. زي ما قلت لكم يا جماعه ان دي اول مره بسافر بيها بالباص، وما كنتش عارفه بقى البروجرام خالص بتاع الباصات. فدلوقتي اهو بتحط حاجتكم وبترجعوا تلاقوا. يا جماعه احنا وصلنا اليوم الثاني.
بصي بقى دلوقتي احنا داخلين الاتوبيس، تممت عليهم ودخلنا زي ما انتم شايفين كده، يعتبر احنا اول ناس داخلين الباص. احنا على فكرة ميعادنا كان يعني الباص كان المفروض ان احنا الحجز بتاعنا هيتحرك الاتوبيس الساعة 11، يعني هيتحرك من التحرير من القاهرة الساعة 11 في طريقه بقى المرسى مطروح، بس احنا وصلنا قبل ميعادنا يعني بحوالي ساعة الا ربع، احنا بنحب نوصل في الميعاد المظبوط. بس 11 دي بقى بتجيب لي 12 عبال ما كل الناس تيجي والناس تتجمع وتركب، كانت الساعة بقت 11 ونص كمان او 12 الا، لان في حد اخرنا يعني حد كان حاجز على الباص وفضل ومعاه ناس يعني ايه عمالين يقولوا خلاص 10 دقايق بالظبط وجاي ومش عارف ايه، فهم اللي عطلونا والاتوبيس طلع بدل ما يطلع 11 ونص طلع 12 الا وسيبناه في الاخر ومشينا، لان الباص له مواعيد معينه. دي جنة اهو زي ما انتم شايفين قعدت جنب احمد، وشمس قعدت جنب توتا، واختي قعدت جنب ابنها احمد، ونور بقى قعد لوحده ورا، بس ايه في حد جه قعد جنبه يعني شاب من سنه كده قعد جنبه، وانا اهو بحب اقعد جنب الشباك اصغر منه بشويه. ماشي بص بقى انا بحب اقعد جنب الشباك، رحت جايه لاحقه كرسي كده قدامهم، احنا كلنا كنا قاعدين ورا بعض يعني التذاكر بتاعتنا كنا قايلين يعني شرطين ان تبقى مع بعض، ودنا ويا ماما. فانا كنت قاعده انا وجوزي بقى في الاول اهو زي ما شايفين، ده التحرير الاتوبيس بدا ان هو يتحرك في طريقنا لمرسى مطروح. زي ما قلت لكم خليكم معايا هصور لكم كل حاجه، حتى الاتوبيس قال فيرستين قبل ما نطلع قال لنا التعليمات فيرستين، الريست الاول بيبقى نص ساعه والريست الثاني بيبقى ساعه 10 دقائق، من 10 دقائق لربع ساعه. عشان دلوقتي اهو انا صورت عشان بنتون عاوزين نعمل حمام. دلوقتي وصلنا بقى دي بوابه اسكندريه، هي مرسى مطروح يعني بتخش من بوابه اسكندريه، خدنا طريق من اسكندريه الصحراوي اهو، عدينا من بوابه اسكندريه دلوقتي احنا في بوابه اسكندريه دلوقتي، خلاص عدينا منها بقى على الطريق الصحراوي. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو عشان كده ما صورتش كل حاجه، بقيت اصور ايه لقطات كده، لقطات كده من الطريق. دلوقتي احنا بدأنا الاتوبيس يقف عشان هناخد اول ريست بعد ساعتين او بعد 3 ساعات، انا مش عارفه بس انا يعني عيني غفلت كده شويه، فانا مش عارفه الساعه كام دلوقتي. الساعه دلوقتي حوالي 3 الفجر، لا ما جاتش الفجر لسه، الساعه حوالي 1:30 2، ما بصيتش في الساعه بصراحه، بس انا غفلت كده شويه. وبعدين لقيتهم بيقولوا في ريست، فنزلنا بقى الريست ده بيبقى اللي عايز يعمل حمام، اللي عايز يشتري ميه يشتري اكل، وكنا خلصنا الشيبسات اللي معانا والحاجات اللي معانا والبيبسي وكده، فقلنا ناخد بقى تاني نشتري من الريست تاني، هي اسعاره سياحيه شويه بس اشترينا بقى خلاص. بس ده الريست اهو، ودخلنا وبيبقى فيه بقى ايه زي ما انتم شايفين كافيه، وفي ناس سهرانه في الكافيه، بس هو في وسط الصحراء الريست ده في وسط الصحراء. واللي عايز يعمل بقى حمام واللي عايز يشتري ميه يشتري اي حاجه يقعد شويه، هو الريست الباص قال مدته نص ساعه بالظبط. الباص بصراحه كان جامد، كان مكيف وكمان في شاشه، وكل شويه يجيب فيلم عربي وبعدين فيلم اجنبي وفيلم عربي وفيلم اجنبي كده، يعني بيسلينا لحد ما نوصل. وهو مكيف ومجهز وفي كل حاجه، بصراحه كان كويس قوي زي ما قلت لكم. دي كانت يا جماعه متهيألي ده في حمام، الباص في حمام. المهم ده اول ريست بالنسبه لنا زي ما شايفين كده، ودخلنا الحمامات وخرجنا، اشتريت بيبسي واشترينا شيبسي واشترينا ميه وكده، وعدلنا بقى نفسنا زي ما شايفين كده، وركبنا الباص تاني، ركبنا الباص تاني ومشينا. دلوقتي بقى الفجر لسه ما اذنش، من القاهره لمرسى مطروح 8 ساعات 8 ساعات ويمكن اكتر كمان. وعايزه اقول لكم حاجه، ان الباص يعني اللي مديني اوردر ان هو ما يزودش السرعه عن 100 كيلو، يعني كان ماشي براحته 100 كيلو، تخيلوا 100 كيلو ايه 100 في السرعه يعني 100 ايه نسيت. ما كانش مقفل الامبير يعني هو 100 او اكتر، تمام. المسافه بتاعته ما يمشيش اكتر من 100. فدلوقتي بقى ده تاني ريست اللي بالنسبه لنا، كانت الساعه كان الفجر اذن وده تاني ريست، فانا حبيت اصور لكم ساعه الفجر كده والنهار بيشقشق، ما شفتش المنظر ده من زمان قوي، يعني انا بقوم كل يوم الحمد لله بصلي الفجر وانام تاني، بس ما بشوفش بقى المنظر الجامد ده، كان منظر حلو قوي. تخيلوا ان انتوا في وسط الصحراء
شايفين وسط الصحراء، والنهار بقى الفجر لسه بيطلع، يعني منظر جامد، والهواء هناك يرد الروح، والجو حلو قوي، الجو حلو حلو. يعني هنا في القاهرة الجو بقى برد، ايه الجو حر، هناك الجو ما تحسش بالحر ده خالص. بصوا بعد ما الريست بقى ميعاده فات كان الصبح طلع، يعني بعد ما دخلنا بقى وظبطنا نفسنا برضو وشربنا ومش عارف ايه واشترينا حاجات اللي احنا عايزينها، بصوا بقى عايزه اوريكم النهار بقى خلاص طلع سبحان الله. يعني في خلال ربع ساعه كان النهار طلع بقى عامل ازاي، الجو حلو قوي قوي. تخيلوا ان انتوا في وسط الصحراء بقى ومفيش الا الريست ده بس، في وسط الصحراء كلها مفيش بيوت ولا اي حاجه، ونزلنا كده بصوا المنظر عامل ازاي. اتنين خدنا جستين. بصوا دلوقتي بقى واحنا في الباص ركبنا الباص اهو، بدأوا ان هم يصحصحوا شويه، هم ناموا الريست الاولاني قبل ما نوصل للريست، بصيت لهم لقيتهم كلهم نايمين. انا ما بحبش انام وانا ما بعرفش انام اصلا وانا في السفر، انا بس غفلت حاجه بسيطه كده النوم غالبا. دخلنا دلوقتي على مدينه او مرسى مطروح، الحمد لله وصلنا لحدود مرسى مطروح، ده المدخل بتاعها زي ما انتم شايفين كده، مدخل مرسى مطروح. خليكم معايا للاخر خالص، هوصلكم لحد باب الشقه بتاعتنا هناك. ده بص جنة كانت نايمه خالص لما لقيتني بصور بقى صحيت، واحمد كان نايم رايح في النوم، وتوتا نايمه، وكلهم كانوا نايمين بصراحه. بص جنة صحيت، بص توتا نايمه ازاي وشمس نايمه جنبها، كلهم كانوا نايمين. انا اتقلبت. الطريق طويل جدا زي ما قلت لكم، هي البحر العيال، انا ما صورتش اللقطه دي، اول ما شافوا البحر قالوا هي البحر، ما شفناهوش بقى، محرومين من البحر بقى لنا سنه بحاله، ما رحناش من السنه اللي فاتت، لا ما رحناش بقى لنا سنتين مش سنه واحده. بصوا بقى السنه اللي فاتت كان عندنا ظروف، وكلكم كنتوا عارفينها ايه هي الظروف، عشان كده ما رحناش المصيف في السنه اللي فاتت. السنه دي بقى ايه، فروحنا نرفع عن نفسنا شويه، احنا كل سنه بنطلع بنقعد اسبوع في المصيف، وساعات بنطلع مرتين كمان. بصوا دي مرسى مطروح، بحر مرسى مطروح، مش هقول لكم على الجمال بتاع مرسى مطروح، احنا رايحين في وقت جميل. بصوا بقى احنا كده وصلنا العمارة بتاعتنا اللي فيها الشقة بتاعتنا، الحمد لله على البحر، الباص وصلنا لحد العمارة. مش احنا بقى ساكنين في الدور التاسع، شقتنا 35 في الدور التاسع، تخيلوا على البحر، بس منظر من فوق مش عايزة اقول لكم، منظر جامد، منظر حلو قوي من البلكونه، اول ما تبصوا من الشقه كده تلاقوا المنظر حلو قوي. هوريكم كل حاجه، تابعوني. الناس اللي مش مشتركه في القناه تنزل تشترك بسرعه عشان يوصل لكم فيديوهاتنا كلها. هوريكم روتيننا في المصيف، واحنا عاملين بروجرام جامد. هنروح الشاطئ الابيض، وهنروح شاطئ الغرام، وهنروح القريه البدويه، وهنروح شاطئ عجيبه، وهنروح اماكن شارع اسكندريه، وهنروح شارع العوام، هنروح اماكن كتيره كتير. تابعوني وفعلوا زر الاشتراك. بالليل نروح حته، كل يوم ان شاء الله هنخرج هنروح مكان بالليل، وبالنهار هنروح شاطئ مختلف. خليكم معايا 10 ايام ب10 شواطئ و10 اماكن ان شاء الله، هوريكم اماكن كتيره جدا جدا. فتابعوني وخليكم معايا، حطوا لي بقى فعلوا زر الاشتراك، وتابعوني بقى في الفيديوهات الجايه، فيديوهات هتبقى جامده عشان هنكون على الشط، وكمان عاملين بروجرام للمسابقات، هنعمل مسابقات على الشاطئ وحاجات جامده. ده مدخل العماره بتاعتنا اهو، والاسانسير كده دلوقتي احنا رايحين على الاسانسير عشان كلنا خلاص طالعين الاسانسير. الاسانسير انتوا عارفين مش هينفع يشيلنا كلنا مره واحده، سابوني كلهم ودخلوا، فاضل انا وتوتا واختي، يعني طلعنا الاسانسير على مرتين عشان كمان معنا شنط كتير زي ما انتوا شايفين كده. الحلقه الجايه ان شاء الله هقدم لكم، هعمل لكم جوله في الشقه بتاعتنا، وهوريكم البحر من فوق من الشقه، وهوريكم اول يوم لينا في المصيف. فتابعوني وخليكم معايا، مع السلامه. كله بقى يفعل زر الاشتراك علشان يوصلوا فيديوهاتنا كلها، وادعوا لنا ان احنا نكون سعداء في المصيف، وان شاء الله نوصل بالسلامه ونرجع القاهره بالسلامه ان شاء الله. فتابعونا وخليكم معانا، اعمل لكم جوله في الشقه وهوريكم البحر. مع السلامه.